بدكم باللغة العربية والإنجليزية؟ إيه لا عربي إذا في مجال. عربي. طيب تحكي لنا سمحت عن تاريخ ال. أنا مطران أريس طرخوش، سكرتير العام البتركية الروم الأرثوذكس في القدس. نحن جينا اليوم في أبود، أبود قرية قديمة وقرية اللي بعيش فيها مسيحيين والإسلام مع تأييد الإسلام في مسيحيين كانت بركة هناك بين المسيحيين، في مسيحيين رومي الأرثوذكس، في عندنا هون في القلب البلد في كنيسة قديمة كتير قديمة، كنيسة بيزنطية لشرف ركاد الأدران. وجينا اليوم مثلنا الباتريك ثيوفيلوس اللي هو هون وصلينا عشان بداية تخدير لسيام للعيد الكبيرة إنا كمان سوينا الجناز لمرحوم محفوظ هو من وكلاء البلد في الكنيسة تبعنا. وبعد الصلاة اليوم جينا هون في المحل هذا في المنطقة هذه الحلوة الجميلة بين الزيتون وبين السهول اللي موجودة هون، وفي مغارة موجودة كنيسة صغيرة اللي منورها باللغة الإنجليزية تشابل. تقليد الكنيسة بيقول إنه هذه اللي شرف بربارة هي كديسة شهيدة في القرن الرابع للميلاد، هي اللي أعطت حياتها للمسيح عشان عاشت في فترة اللي ديان اللي المسيحي ما كان مسموح، وألوف أو مليون من الشهداء أعطوا حياتهم للمسيح وهي بين واحد منها. ولتكريم لكديسة بربارة جينا هون وزورنا مسيدنا الباتراك، ونحن نيامر المحل هذا ونحفظها يكون جيد هذا يجو كل الناس عدا الكنيسة تبعنا الروم الأرثوذكس وكل المسيحيين ومن أتباع غير أديان كمان يجوا ويزوروا ويأخذ مثال من حياتها كديسة بربارة. وهذا بيصير خاصة في برامون العيد تبعها، العيد تبعها بيكون في 4 شهر ديسمبر، عيد ما يوحنا دمشقي اللي هو راهب مرسابة، وفي اليوم عيدها في احتفال كبير وبيجوا هون الناس وبيعيدوا. ونحن جينا اليوم ونشكر الله اللي جينا اليوم ومبسوطين كتير ونتشرف عشان شاركتونا كمان في البحر بتسووا. شكرا. Oh.
سلمت عن اللاهوت أيها الآب الكلي الحكمة. Oh.
كتاسا أتا كيرا فاي كت بركة المزيدة سعيدة تنا والدة لنا دائما البطولية الماريا وعزم يا حياتنا للمسيح خليلا Amen.
إن فمي يتكلم بالحكمة لنشكي. اسمعوا هذا يا جميع الأمم. حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. قال نوجه يا إخوة إنما يلائمنا رئيس كهنة مثل هذا بار بلا شر ولا دنس منزه عن الخطا قد صار أعلى من السماوات لا حاجة له أن يقرب كل يوم مثل رؤساء الكهنة ذبائح عن خطاياه أولا ثم عن خطايا الشعب لأنه فعل هذا مرة واحدة حين قرب نفسه فإن الناموس يقيم أناسا ضعفاء رؤساء كهنة أما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم الابن مكملا إلى الأبد ورأس الكلام هو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين على عرش الجلال في الذي نصبه الرب لا إنسان ανέβησα εις το ιερόν προσεύξαστε ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσήφκετον ο Θεός ευχαριστώσει ότι ούκ ημί ως περιλυπή των ανθρώπων άρπαγε και ως ούτως ο τελώνης νηστεύω
Σαββάτου από δεκατό πάντα ως ακτώμε και ο τερώνης μακρόθεν εστός που κύθελε ουδέ τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν επάρε αλέτυπτεν εις το σπίθος αυτού λέγον ο Θεός ηλάστη τίμητο αμαρτωλός λέγω ημίν κατέβη ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή εκείνος ότι πάσο υψόν εαυτόν ταπεινωθήσετε. اللهم إني أشكرك لأني لست كسائر الناس الخطف الظالمين الفاسقين ولا مثل هذا العشار فإني أصوم في الأسبوع مرتين وعشرا كلما هو لي وأما العشار فوقف بعد ولم يرد أن يرفع عينيه إلى السماء بل كان يقرأ صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم إن هذا نزل إلى بيتي مبررا دون ذلك لأن كل من رفع نفسه طاد وضع نفسه ارتفع قلت لك يا رب الرحمن
πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Προσκυνητών, επιτρόπων και συγκρομητών, Παναγίου και Ζωόγου τάφου και της Αγίας Εκκλησίας τάφη. Χριστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιερωσύνης ο Χριστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Φιλιάφου μραμπου λιλάφι μαλάκου τυχή που λαχύνει, αλλά ανάου ακουλάου ανήνου ηλε δάκρυ δάκρυ. Πάση της σοφής ορθοδόξων, των ορθοδομούντων των λόγων της αληθείας, Βαρθολομαίου Κωνσταντινούπολεως Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιωάννου Αντιοχίας, Κυρίλου Μόσχας, Ιρήνου Βενικραδίου, Δανιήλ Βουκουρεστίου, Νεοφύτου Σόφιας, Ιλίου Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Ιερονύμου Αθηνών, Σάββα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, των Αγιωτάτων Ευσεβών και Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, των αδελφών ημών Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων και Μοναχών, των Συλλειτουργού των ημών Αρχιερέων, Δωροθέου και Αριστάρχου, των Συλλειτουργού των ημών Ιερέων, Πορφυρίου και Εμμανουήλ, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών επιτρόπων τεγεστρομητών του Παναγίου και Ζωοδόχου τάφου, και πάντων όσα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Αγία Κύρα προθέση ζώντων. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία του πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. جميع المسيحين لحسن ولحسن الأرثوذكسيين وجميع الموجودين هذه الكنيسة المقدسة مع نسائهم وأولادهم يا كل الرب الله ربك كلهن على أنا وكل وان وإلى ظهر Πατριάρχην Αθεόφιλος, καθπουριλά πουριλά φημαλακούτη δικουλαχήνεν, πιλάνου ακουλάου άνεν, βαϊλαδάρι τάιρι. Πατρός του Πατριάρχη ημών Θεοφίλου, Χριστή Κυριός ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Διάσατα καχανούτικα λιγιάθκου μουραμβουλιλά, τη μαλακούτη χικουλαχήνη, αλλά να ο ακουλαουάνη, ο είναι τα κρυτάκη. Μακαρίων και εμείς των φυτώρων του Πανιερού της Αναστάσεως, του Ιερού Ναού τούτου, των Μακαρία την Ήξη Γενωμένων Αντίκου Πολυκάρπου Αθανασίου, Κύριου Προκοπήρα Θεού Νικοδήμου, Γερασίμου Δαμένα Τιμαθέου Βενελικού Μιοδόρου και πάντων των Αιτήμων Πατριαρχών, του Δούλου του Θεού,
μαχών παντών των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων εν της ιερής του γέννηστα και της μοναδός του πάντοτε και πεσχάτων και πάντων τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία Κύρα προθές και κοιμημένων. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία του πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μην άγινο μην τα ημιδεν τρυμπάνε αδιανεστέ την μου κάτασαν που αμνά τζαμία ραφιδί μην αμπάινα ο αιχουάνο δοξή αθάω εν αλάχος και πάντας αγωνάφι κουν βαθάνε για αυτοί ράβε να βλέπουν κουλαχένε αλλά να βάχουν λαβάνε وإلى دهر داهر كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة أورشليم كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بمناسبة أحد الفريسي والعشار يقول قال الرب لأن كل من يرفع نفسه ينتضع ومن يضع نفسه يرتفع. أيها الإخوة الأحباء أيها المؤمنون والزوار الحسنيين العبادة بنعمة ورأفة إلهنا العظيم الكلية التحنن تلج بنا الكنيس كنيستنا المقدسة في هذا اليوم المبارك مرحلة الاستعداد للصوم الكبير المبارك بدءا بمثل الفريسي والعشار الذي تلي على مسامعنا من إنجيل البشير لوقا وكما يقول المرنم لا نصلين يا إخوة فريسيا لأن من يرفع ذاته يتضع فلنتذلل أمام الله متضعين وبواسطة الصيام نهتف هتافا عشاريا قائلين اغفر لنا نحن الخطأ. في هذا اليوم نبتدئ بمعونة الله العلية بكتاب الصلوات الخاص بالكريولي أي الخشوع الذي يستهله مملاه بأحد الفريسي والعشرار وينتهي بيوم السبت العظيم آخر أسبوع الآلام فهو يتضمن في فحواه جميع الأيام والآحاد الواقعة بينهما ليشكل صورة خاصة تامة وشاملة لتعاليم السنكسار كما نصه أباء كنيستنا القديسين الذين عملوا بغيرة متناهية مستمدين عونهم من النور الإلهي ومواهب الروح القدس العميمة وذلك للخوض في مناهج التوبة والخلاص والسير في دروب الجهاد الروحي من خلال العمل بفضائل الصيام والصوم والصلاة والتوبة. فضائل الصوم والصلاة والتوبة أيها الإخوة الأحباء بالمسيح هي الوسائل الروحية المثمرة لضبط شهوات الجسد والانتصار على نزوات الأفكار البشرية المهلكة التي نسمو بطهارة النفس والجسد ونقاوة العقل وصفائه وكما أصعد يسوع إلى البرية من الروح القدس ليجرب من إبليس كإنسان ليغلب بجهاده الشيطان وتجاربه صام 40 يوما و40 ليلة لذا علينا التمسك والاقتداء بما رسم وخط لنا المسيح كمنهج سليم للغلبة ضد الشيطان وأعماله الشريرة
فالرب يسوع المسيح يكرز قائلا: لم آتي إلى العالم لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. ولتلاميذه الأطهار حثهم على التمسك بالصلاة وديمومتها قائلا: صلوا كل حين ولا يمل، مانعا إياهم من الرضوخ للضعف والوهن في جهادهم الروحي. إن كنيستنا المقدسة ومن خلال مناهج التوبة والصوم والصلاة تحثنا لأن نكون شركاء في حياة المسيح المتجلية فينا، كما يقول بولس الحكيم: لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. إن موسم الصيام الأربعيني المقدس هو الميدان الروحي لنا نحن المؤمنين أبناء الكنيسة وأعضاء جسد المسيح السري. لذا فالكنيسة تدعونا بلجاجة أن نجاهد وأن نلاكم ونقمع شهواتنا، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشريرة الملتهبة حسب قول الرسول بولس. إن من صفات الصوم الجلية أنه يكبح النفس الجامحة ويقودها إلى التوبة. الصلاة السامية تتألق بالصلة والمناجاة مع الله الذي هو الحق والحياة، فهما الهدف والعمق للخوض في ميدان الجهاد العظيم للصوم الأربعيني المقدس. إن ركيزة الصلاة الحقيقية تستمد قوتها من جراء تواضع القلب وانسحاقه، فعندما نصلي علينا الاعتراف بضمير صارخ بأننا غير مستحقين، وأن الخطايا تكتنفنا كلنا بالتمام كما حصل مع العشار في إنجيل اليوم. لا، بل علينا الهرب والابتعاد كل البعد من طريقة صلاة الفريسي، كما يرشدنا مرنم الكنيسة: لا نصلين يا إخوة فريسيا. وكما يقول الكتاب المقدس: فإن الرب يمكث المتكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. لأن توبة الخاطئ أفضل بكثير من تكبر المؤمن. وكمثال فريد ومميز للتواضع ظهر جليا لنا أحد آباء كنيستنا العظام، القديس يوحنا الذهبي الفم، رئيس أساقفة القسطنطينية، الذي نكرمه بتذكار نقل رفاته الكريمة في هذا اليوم. هذا الأب العظيم أوضح لنا سمو الاتضاع كما يذكر مرنمه. أما بالنسبة للصيام فالقديس يوحنا الذهبي الفم يقول: إن الصيام غذاء للنفس، كما غذاء الجسد ينمي الجسم، هكذا الصوم ينمي النفس ويقويها. الصلاة والصوم والتوبة أيها الإخوة الأحباء هي أسلحة فتاكة ضد الشهوات وضد قوى الشيطان أبو الكذب والغش، فهي الأسلحة الروحية القاطعة تعضد النفس اللابس المسيح. لذا فهي تقاوم الشرير وتجاربه واضطهاداته. ومن أجل محبة المسيح كما يقول الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. وبالعكس تماما: ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردب مضلين ومضلين. نتضرع إلى ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ومع المرنم نقول: يا رب، إن الفريسي لما برر
لما برر ذاته متفاخرا بأعماله شجبته. وأما العشار فلما تقدم بتذلل جزيل والتمس اغتفارا بتنهدات بررته، لأنك لا تقبل الأفكار المتعظمة ولا ترذل القلوب المنسحقة. لذلك ونحن نجثو لديك بتواضع، يا من تألمت لأجلنا امنحنا الغفران والرحمة العظمى. نتمنى لأبناء كنيستنا الأحباء صياما نقيا ومباركا، وكل عام وأنتم بخير. الداعي لكم بالرب البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أورشليم. Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης السابق الماجد يوحنا المعمدان والكديسين مشرف رسل المهديهم والكديس الماجد رسل المهديهم ياكوب آخرة أورورسس الرسليم والكديسين مشرف نسمد الحسد آفار والكديسين مشرف فائل الملكان الدمائل المتجاي من الأمر كوستانتين وهلينا وبائل الأبرام تسين بيلا والكديس سائل صديقاي جدال وزيكي محانا والكديس يوحنا ذهب فام ألا ذنكم تظهر ولا وبنا الجليل الكديس يوحنا يوحنا ذهب يسوع المسيح الآن ارحمنا وخلصنا. بارك يا سيد تبارك الأخلاق الذين لنا وكل والد وإلى دهر داهرين. الساكن الساكن في عون العلي في ستر الله السماء يحل، يقول للرب أنت ناصري وملجئي إلهي فعليه أتوكل، لأنه ينجيك عن نفاق الصيادين ومن الكلام الخطر، بكفيه يضللك وتحت جناحيه تعتصم، يحيط بك حقه بسلاح فلا تخشى من هول ليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من امر يسري في الدجى ولا من قارئ شيطاني في الظهيره، يسقط ألف عن جانبك وربع عن يمينك، واما اليك فلا تقترب بل تنظرهم بعينيك وترى مجازاة الخطأ
لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأ، فلا يصيبك سوء ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصل بحجر رجلك، تطع الصلة والتعبان وتدبس الأسد والبنين، أنجيه لأنه لا نبي وأقيه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له معه وأنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، اشبره واري خلاصي. هللويا هللويا هللويا. وأذكركم من الأبد والأبد. هللويا هللويا هللويا. وبعد صفية سلوس بعد إيكولوبور تدوسيفيرو باش نابولمان ديميريت. Ανάπαυσε, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου. Έτσι διατρεπιδανέσαι το τοπί και πλάστηκε, Θεό ημών. Αλμένου την άρβο αλήμνο ρομπουλούς, Ιάννα που αλέκα βάταρα τζάβρια ηλάβνα. Φωνα να βαγγέμπελνα. Ανάμε ο κουλαμάνιν μου ηλάτη πρέπει δυναμή. Καλήνα τη λίτα σήμα أنت لنا سر وأمنا وشفيعة حصل في القبول عند الإله الذي ولد فيها خلاص الحكم Ανακάλεσε μέσω της και σώσον με. Κοιτάξε, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου και τον αμνό του Θεού κηρύξαντες και σφαγιαστέ τις ως περάνες και προζωή την Αγύρω Άγιοι και αίδιο με τα δεθέντες και των ευτελών μάρτυρες αιτήσαστε ο πλημάτων λύση και μη δωρήσαστε. Λογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου Αναμυθάλλους σουρτιμάς δικαλά τη λαϊούλ φαδοπήγη παϊνακούν του χάμιλα θάριζαλά παρά εφπιτα κανούνικα γιουγουασάιν που ανακνύπιτα κανούνικα που αμνάγνει αλουάταν αλμάτουλ αγιάριν εμουστάουταν αλφιλδοσάιναν. Κοιτώσου, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου Ο πάλε με εκμειώτο πλάσε με και εικόνη σου θεία τιμή σα. Παραβάσει εντολή δε πάλι με επιστρέψε. Συγγίνε με συστελήφθη. Και στο καθομείο συνεπανάβηκε το αρχαίο κάλο. Αναμορφώσαστε. Λοκούναν τα γιάρα, βαλίμνη χουκούκα. Βνέια χιάρα, πάπια καμαχούδ βαρακτή που χουφιλ φιρντάου. Χαϊδού σου φοβολ κοντισίν, βασοντικίν με τλαλκαουάκι βιατελελαούν. هناك انا يحيى رب عبدك محفوظ مريضا عن جميع زلاته Σομερπώντες Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος ο Συνάναρχος Υιός και Θείο Πνεύμα ότις όλοι μας πίστης ή λατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρχασο αλλά να ο ακούλαω αν ο αιλατές التي بك جنس البشر وجد النجاه
ليتنا بك نجد الفردوس يا والدة الإله المباركة النقية. هللويا هللويا مجد لك يا αναπαύσεως της ψυχής σου και προαναπαυσαμένου του Θεού Μακφούς και υπέρ του συγχωρηθήνεα το παμπλημένη με ακούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτού έλθα η δική αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεσιν του αυτού αμαρτιών των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα η λαράπινά του. Ya ilah larwah wal jasad kulliha ya malwat al maut wa la ghadab wa shaytan wa ban hayat li alamhi anta ya rab arih nafs abdaka rakid محفوظ في مكان نائر في موضوع قدرة في مكان انتعاش حيث لا وجع ولا حزن ولا تناهد وبمعنى قال الله الصالح والمهم البشر اغفر له كل خطيئة اترفها بالقول أو بالفعل أو بالفكر فإنه ليس من إنسان يحيا ولا يخطئ بل أنت وحدك يا رب منعزون الخطيئة وبر كبير إلى الأبد وكلامك حق يا رب ناكلو لأنك أنت القيامة والحياة وراد لعبدك راكد محفوظ أيها المسيح إلهنا ولك نرشد المجد ما بك الذي لبلاه والكل القدس الصالح والثانية الآن وكل وعلى دهر داهري يا رب ناكلو Σιανά στη ζωή και μακριά να άπαξε με νούρους παρκούς της Θεός της δηλώτσα να πρέπει στον άρθρο στον Αγίου και Παναγίου και Αγίου και Αγίου και Αγίου και Αγίου και Αγίου. Ανάγιος,
البشر إذا قد خلقنا من الأرض وإلى الأرض سنذهب كما أمرت يا جابري وقلت لي إنك أرض وإلى الأرض تعود حيث نذهب نحن جميع الأنام صانعين مراض التمييز لتسبيحة هللويا وبما أنك الإله الصالح والمحب البشر اغفر بكل خطيئتي بالقول أو بالفعل أو بالفكر فإنه ليس بالإنسان يحيا ولا يخطئ بل أنت وحدك يا رب
ونازعوا عن الخطيات وبر كبير الى الابد وكلامك حق. ليانك انت القيامة والحياة والرحمة لعبدك راكد محفوظ ايها المسيح الهنا ولا تنرشد المجد بابك الذي لم تعفو وارجل قصى الصانع المهم الا نوى كل ولد داهرين. المجد لك ايها المسيح ولا يا رجال المجد لك ايها المسيح الهنا الحق يا مناه سلطان الاحياء والاموات بما نهى الله وقد قام من الاموات انت بشفاعه القديسه الكليه طهاره وبين الابرار نبيله والقديسين المشرفين الاجداد ابراهيم واسحاق ويعقوب والقديس لازر صديق المسيح ربع الايام وجميع القديسين رتب نفس المنتقل عنا في ميدان الصديقين ورهاب في احضان ابي الاباء ابراهيم واخصى مع القديسين وارحمنا نحن ايضا بما نقل لله الصالح والمهيب البشر ذكره جزيل الشكر، شكرا على هذه البركة اللي أعطتونا إياها وعلى جنسكم، والله يطول عمرك يا سيدنا. فتح الورد والياسمين لصاحب المطر والبلسم
تبسمي واستقبلي ضيوفك ومشيهم على سجاد احمر ملسمي. تبسمي واستقبلي راعيك من الكرسي رعاك ويحميك بطيبة النفس مال الفرح. قال للفقراء صديقي رب السماء يعطيني الصحة والعافية وطول العمر حتى تكمل هذه الطعمة. كل عام وانتم بخير.